البنات كي دايرين لاباس عليكم كي دايرين مع صحيحه بزاف ناس كتقلقوا حيت كنقول البنات السلام عليكم المتتبعين ديالي خوتي خواتاتي كي دايرين لاباس عليكم كنتمنى الفيديو اليوم يلقاكم ناشطين ماشطين ما خاصكم حتى شي خير كلكم حماس كلكم حيويه والنشاط اللي مجامع دارو غينوض دابا يبقى يفكر انه يخبلها ويحط الفراش وداك الشيء اللي مازال ما صبن زرافي وملاياتو غينوض دابا يشتف ويهتف بحال اختكم مازال ما درت حتى شي حاجه. انا من النوع اللي كيهز الفراش بزاف هذا العام كاع راه هزيتو بزاف ديال الوقت موالفه دابا كنهزو غير في الصيف هذا العام مع الحجر الصحي وداك الشيء راكم شفتو امتى هزيتو باش خليت لبنياتي الفضاء الواسع زعما فاش يلعبوا. هذا العام راني اختكم باقا حاصله ما درت حتى شي حاجه. انا من النوع اللي كيجلس حتى شهر 9 الخريف عاد كينوض يصبن. علاش كنبداو نستعملو بزاف ديال الحاجات الصيف كامل علاش لا ما نجلسوش حتى لهاد الشميشه الخريف اللي راه كتكون حاره وعاد نيت كنوضو نخملو. المهم الموضوع انا ماشي التخمال هاد النهار المهم غير قلت لكم بان ان شاء الله الايامات الجايه ما كي غيكون ان شاء الله غير التخمال الملايات التصبين الزرابي وهذا باش نفكروا عاوتاني نرسيو دويراتنا راه تقريبا المده ديال الحجر كامله وحنايا هازين ما عرفتش كلشي بحالي ولا غير انا اللي ديما كنخلي انا دواس الصيمي يعني ديما شهر 9 نص فيه شهر 10 عاد كنرصي داري عاد كنحط كلشي صالوناتي المياه كترجع لمجاريها الدار كتقاد وليداتي كيقبضوا بليصاتهم عاد كنديروا كلشي كامل. المهم كما قلت لكم هذا ماشي موضوعنا اليوم غادي نجي ندير لكم واحد الكيكه كتجي غزاله يا البنات والمقادير ديالها بسيطه. غنديروا الكيكه وغادي ان شاء الله نخرجوا نضرب واحد الدويره عند مالي المحلات ديال طلانط وداك الشيء منها نوريكم شنو عندنا هنا في المنطقه ومنها غنمشي ندفع واحد المخدات داك الشيء. اش قلت لكم الصالونات راه تفكرت بان خصني نحط الصالون ودابا ديما في يعني مع كيبدا البرد كيعجبني نحط واحد الدار ديال طلانط اللي كنخليها خاصه غير بالبرد وناقصني شي حويجات في الصالون غنمشي ندفعهم وغادي نديكم معايا ان شاء الله فين ما مشيت. بعدا دابا نوجدوا الكيك وندوزوا نشوفوا المقادير ديالو ونبداو على بركه الله. اي حاجه درتها هاد النهار بالطبع غادي تكونوا معايا فيها. يلا نبداو على بركه الله. اول حاجه غنبداو بها هاد الوصفه البنات وهي لا كريم باتيسير اللي غادي نصاوبوها هي الاولى باش تدفى. غنحتاجوا لها واحد نص لترو ديال الحليب غادي نديرو فوق البوطه وغادي نحتاجو لها واحد 3 ديال المعالقات كبار ديال سنيده زائد 3 المعالقات حتى لجوج المعالقات ديال لاكريم باتيسير اما جوج المعالقات اما 3 اللي بغيتو. بغيتو لاكريم باتيسير تجيكم خفيفه ديرو جوج بغيتو تجيكم معقده ديرو 3 وفانيا هادشي اللي كاين. غادي نديرهم بحال هكذايا في الحليب ونحركو ونحدو مازال ما سخنش وراكم عارفين الطريقه ديال لاكريم باتيسير ديما كنشاركها معكم. غادي نخليوه هكايا نستعمل الدراب هذوك الحبيبات اللي بانوا لكم البنات راه غير ديال لاكريم غنبقى هكا كنحرك حتى تعقد ليا الكريمه ومن بعد غادي ندوزو باش نشوفو المقادير ديال الكيكه. ودابا البنات غنبداو على بركه الله. بالنسبه للمقادير ديال الكيك عندنا جوج ديال البيضات جوج ديال الخمارات وفانيا عندنا كاس لارض ديال سنيده كاس لارض ديال الزيت جوج كيسان ديال الفرش زائد جوج ديال المعلقات عامرين بزاف دارونا ديال الفاني عندنا 3 ديال التفاحات ناباج غادي نديرو التزيين هو والكاوكاو كونكاسي او لا كاوكاو ايفيلي او لي زاموند ايفيلي اللي عندكم ولا كريم باتيسير ديالنا خلاص هي دي باش دار. ودابا غادي ندوزو باش نبداو على بركه الله نصاوبو الخليط. ودابا غنبداو على بركه الله اول حاجه غادي نبداو بها اللي هي البيض. هاد الكيكه كنديروها غير بجوج ديال البيضات وكتجي زوينه بزاف. عندنا جوج ديال البيضات واحد القبيصه ديال الملحه دائما الملح باش كنصحوا الذوق البنات. عندي سنيده غادي ندير كاس لاروب ديال سنيده داك الطراب نيت غنخلط نخلط هادشي مزيان بحال هكذا غنزيد دانون نحرك مزيان نزيد الزويته وغنكمل هكا حتى نكمل كاع المقادير اللي عندي. الفاني راه غادي نخلي التزيين مع التفاح وهذا مثلا البنات غادي نزيدو الدقيق غنزيدو بعدا الكيسان جوج وإذا احتاجينا على حسب الحجم ديال البيض
عاد غادي نزيدو المعالقات، يا يعني اما معلقه يا اما جوج، يا اما ما غنزيدو فيهم حتى وحده. هانتوما كيما كتشوفوا البنات راه ما احتاجيتش نزيد هذوك جوج معالق، وتقدو تحتاجوهم اذا كان الحجم ديال البيض كبير، وكاين واحد النوعيه ديال دانون كتخلي العجينه كتجي خفيفه. صافي دورا ما احتاجيتهمش، هانتوما غنخليهم هنا في الجنب. غادي نزيد واحد المعلقه كبيره ديال الخل، ما قلتها لكمش البنات، كتخلي الكيك كيجي مهوي ومفشفش. ديما زيدوا الخل في الكيك ديالكم، غنحرك مزيان وعاد غنزيد الخمارات هما التاليين. صافي غنجمع الخليط ديالي مزيان، غنوجد المول اللي غادي ندير فيه هاد الكيكه، وغندوز نوجد معكم التفاح. هانتوما صافي غادي نطربو مزيان ونخليه هنا في الجنيب بيد ما نوجد التفاح ديالي. هانتوما البنات كيما كتشوفو دوك ثلاثة ديال التفاحات ديالنا قطعناهم طرونش بحال هكدا، هادو مقطعين ويكونو طرونش رقاق. المول غتستعملو أي مول بغيتو، وخا يكون حتى ديك المقلة ديال الحرشة تقيلة ماشي مشكل. انا غنستعمل هذا المربع كيعجبني ندير فيه، دهنتو بشويه ديال الزبده والفورس، اولا بشويه ديال الزبده ديال الزيت والفورس. صافي الخليط ديالنا ها هو هذا، غندخل له شويه ديال الهواء، غنديرو هكا في المول ديالي. دائما الكيكه خصو يديكم الفوق باش تجيكم مهويه. غنستعمل يديا هي، المهم حتى ديروا الخليط ديالكم كامل. راكم عارفين حنا خصنا حتى نعصرو المول ما يبقاش فيه حاجه. المهم كتجي واعره هاد الكيكه البنات، والله الا كتجي زوينه بزاف. هي وديك الكيكه اللي كنت واحد النهار قدمت لكم مع ماما، غنعاود نديرها لكم ديال الليمون، كتجي حتى هي خفيفه وهشيشه وزوينه بزاف. صافي نحاول نوزع هاد الكيك هذا في المول ديالي، غنغسل يدي ونرجع ليكم. صافي من بعد ما غسلت يديا كما قلت لكم، غنحاول هاد العجينه ديال الكيك نصرحها مزيان بحال هكدايا، يعني تجيع المول كامل. هكدايا صافي، وغادي نجيبو هذيك لا كريم باتيسير ديالنا، وغادي نخويوها غير بالعقل فوق الكيك ديالنا هكذا بشي معلقه ولا سباتول، ونبدا نخويوها غير بشويه هكذايا بمعلقه بمعلقه حتى نعمرو داك المول ديالنا كامل كامل كما بغاو يكون، سواء هاد المدور ولا هاد المربع ولا مدور ولا الكيكه ولا الحرشه. هاد الكيكه ولا الحرشه بغينا نحطها غير كنرول. سمحوا لي غنقطع العصير كيدن ونرجع لكم. وصافي دابا ملي نصاوب هذاك الكريم باتيسير صبحته مزيان، غادي نجيب هذاك التفاح ديالي وغنحاول انني نستفو بهذه الطريقه هذه. اما كثركمش ثلاثه التفاح زيتو على حساب الحجم ديال المول ديالكم قداش غادي يكون، يعني الكميه التفاح غادي سميتو غادي يتحكم فيها الحجم ديال المول، هو اللي غادي يتحكم في الكميه ديال التفاح. المهم انا غنبقى مستمره هكذا تنكمل هاد التفاح اللي عندي كامل، ندخلها للفران طيب، راني شاعله كيسخن، غادي طيب مزيان، ومنين طيب غادي نخرجوها، وان شاء الله غادي نوريكم الشكل كيفاش غيجي، ونوري لكم كيفاش غادي نكملها. غندهنوها بالنقطه، نديروا لها شويه ديال الا كان عندكم الزبيب ديروها البنات، انا بناتي ما كيبغيوش الزبيب، هي صراحه كتجي بزبيب زوينه كديروه في هاد البليصات هنا، لا في المنظر ولا في المذاق كتجي زوينه. بناتي ما كيبغيو لياش الزبيب ما غاديش نستعملو، وهذا ما كان البنات. المهم دخلوها طيب، ومنين طيب هنا معاكم. وها نتوما كما شفتوا ها هي تستفات و تستف زعما داك التفيفيح وداك الشيء. غنجيب ديك الساشيه ديال الفاني، غادي ندردرها على فوق داك التفاح مباشره. صافي غندخلها طيب دابا. هانتوما البنات بعد ما طابت الكيكه ديالنا هذا هو الشكل ديالها، هكا جات غزاله الريحه وهي كطيب شي حاجه واو رائعه، عطي واحد الريحه غزاله يا البنات. هذا هو الشكل ديالها هانتوما،
دهنتها بالنباليز وقتها بشويه ديال كاوكاو كونكاسي، تقدروا ديروا لي زاموند ايفيلي اولا كاوكاو ايفيلي اولا لي زاموند كونكاسي ولا اللي بغيتوا البنات واللي موجود تقدروا ما ديروش كاع. كنتمنى هاد الوصفه تعجبكم، جربوها عن جد كتجي رائعه، عن جد كيجي المذاق ديالها لا يوصف. المقادير ديالها بسيطه بزاف، هانتوما كتشوفوا في المتناول ديال الجميع. المهم نعمر عليها واحد البريره ديالها حتى يمشي ضد المجيج ونخرجوا نضربوا دويره كاملين. وهانتوما البنات كما قلت لكم شربنا اتاي، لينا الكيكه جات غزاليه البنات كتحمق. المهم قبلوا عليا ديما البنات البنات البنات. المهم دابا غادي نخرجوا نقضيو الغرض اللي قلت لكم، درت شي حاجه في الزنقه غادي نشاركها معكم. ويلا حنا غاديين دابا، وعطيني راها غيمه البنات، راكم عارفين هذا الجو هذا ديال الخريف، مره الشمس مره الشتاء مره الريح، واش غادي نديروا؟ قالت لي جا فوقته ما يتلام. هذا هو مول الطلمط الاولاني اللي مشيت عنده البنات. المهم حاولت انني نوريكم الديكورات ديال الطلمط اللي عنده. ما تفهمش معايا الصراحه في الثمن، وجاتني الخدمه عنده شي شويه ناقصه، خصكم شي شويه فيها التبعكيك، يعني خصني نمشي من لهنا ومن لهنا حتى نلقى فين غادي نقدر نصاوب اقل ثمن وتكون الجوده نيت في نفس الوقت. هذا مول الطلمط الثاني صراحه، هذا هو اللي صاوبت عنده المخدات، دار معايا ثمن زوين صراحه، وحتى الوقت يعني عطاني الوقت قريب. حتى هذا شفت الطليمطات اللي عنده، وعنده طليمطات زوينين في واحد الديبو ديالو من كيجيب. نخلي لكم الرابط القناه ديالو في صندوق الوصف حتى هو يلاه بادي. كنتمنى اننا نشجعو نشجعو بعضياتنا. المهم صاوبت عنده المخدات وانا غاده في الطريق، وانا نلقى واحد مول الطلمط اخر عنده داكشي صراحه غزال وفن كيحمق واخا كيدير شويه الثمن. قلت علاش لا ما نصور لكمش بعدا غير الموديلات، وها نتوما كتشوفوا معايا يعني داكشي فن وغزال صراحه. صافي البنات هذا ما كان، دابا يلا دفعت دوك المخدات ويلا نشوفوا واش غنديروا. وهكا البنات صافي دفعت داكشي اللي خاصني، وانا غادا وكالعاده كيعجبني ندوز على مالي نذهب نبرك شويه نشوفوا الجديد نشوفوا شنو كاين. يلا معايا نديكم عند مول الذهب. دابا البنات راه حنا عند مول الذهب اللي كنتصرف معاه، حمقوني هاد الحلقات. دخلت لعندو عجبوني بزاف، سولتو على الثمن ديالهم وصافي دفعت الحلقات اللي عندي، زدتو شي حاجه قليله وخديت هاد الموديل هذا اللي راكم غتشوفوا دابا هو والخاتم ديالو. الصراحه وزعمني بزاف على الخاتم مع اختكم، ما عنديش شي حاجه كروميه اللي كدير شاك جوغ اللي كديريها يوميا، وهذا وهي تبان لي فهاد الخويتم كيجي غزال وانيق البنات وخفيف. صافي خديت الحلقات ودفعت في الخويتم ديالي، تتعطيوني الراي ديالكم فيهم. ودابا البنات يلا دخلنا من الزنقه، شدتنا عاوتاني واحد الرعده ديال الشتاء ما تصوروش. المهم قضيت الاغراض اللي كنت قلت لكم غادي نقضي، ماشي شي حاجه كبيره، مخدات صغيورين ديال الصالون وهذا غير باش كتزيدي هكايا شي تويشيات هكا كتبدلي منهم الديكور. وسبحان الله ما كتمشي في غير فين مشاك الله وما كتاكلي غير اللي كتب لك الله. راني غير غاده دايره، وانا من الناس اللي كيعجبني ملي نكون خارجه كيعجبني ندوز للمحلات، يعني عندي ديك القضيه ديال اللي ما شريت تنساه، يعني واخا ما نكون ما غنشريش كيعجبني ندور ونشوف بعويناتي ونساوم ونقدر نسول على الثمن ونعزل الشكل وانا راني ما غنشري ما والو. المهم انا هكا دايره. المهم ما عليا ما بيا كما قلت لكم، حتى دخلنا عند مالين الذهب كان عندي واحد الحلقات قدام البنات، هما راني دايرهم في ودني وطايحين عليا بالثمن وما كيبانوا لياش نهائيا. صافي كما وريتكم الشكيلات كان عاجبني واحد الموديل زوين، هذاك النيت اللي وريتكم ديال طرواطي عجبني بزاف، صدقت محيده الحلقات من ودني، جابوا لي ثمن زويون، زدت غير شي حاجه بسيطه وبدلتهم وخديت الحلقات اللي وريتكم مع الخاتم ديالهم. انا غنوريكم الشكل ديالهم في ودني كيفاش جا، لانه مول الذهب قال لي ركبيهم في ودنك باش يفيكسيهم ليا باش ما يعاودوا لا يطيروا لا والو، هكا نبغي نحيد الحوايج ولا شي حاجه. انا غنوريكم الشكل ديالهم كي داير. انتم البنات هذا هو الشكل ديالهم، كنتمنى يكون الشكل ديالهم واضح هكا كيجي كيجي عاطي العين ومزاون، واخا ما فيهم لا حجر لا والو كيرتيب. هذا هو الموديل اللي ولا دابا كيقولوا له طروادي، والصراحه تحسبهم لي بثمن زويون. شوف الريسيبو ديالهم احسبهم ليا بثمن زوين، ما عرفتش كيدير لكم. ها هو هذا باقا ان شاء الله غادي ندير لكم فيديو خاص من عند هاد مول الذهب، لان عندو الذهب زوين وعندهم فين كيخدموه خاص بهم، يعني عندهم لاتولي ديالهم فاس كيخدموا اي شكل بغيتيه واي موديل، وكيصيفط حتى للناس ديال الخارج بالنسبه للناس اللي باغيين هكا في الخارج ولا راه كيتواصل معاهم. المهم باش ما نطولش عليكم، عجبني الخاتم البنات والطبع وما كنتش من العاكزات ودفعت فيه غير شي حاجه قليله. نهار غنجيبو ان شاء الله غادي نوريه لكم، وهكا يا غير بالطرف وغير بشويه الواحد كيدير الحاجه كتحطي شي ثمن وتبقاي دوزي وتكملي وهكايا. والمهم راكم العيالات القادات والحادقات هما اللي كيعرفوا كيفاش يسيروا امورهم لا ديال الدار ولا ديال هذا،
وكما كيقولوا الصنعه الا ما سترات الا ما غنات كتستر وتقدر تزيد في العمر كما كيقولوا. والهلا يخطي على كل واحد ما عز عليه ولا دارو والديه وصنيعته ودراعه اي حاجه. المهم غير واحد ما يحطش يدو على حنكو او لا يحط راسو على المخده ويعطيها الشخير والخير ويبقى تبع عباد الله يقولوا انا ما درتش ولا اخر دار واخر عنده. بالعكس الواحد هو اللي يكون فيه النفس وتكون نفسه حاره ويتحرك باش يدير شي حوايج. واليد الواحده لا تصفق كما قالوا غير كتصفق ما كتصفقش. المهم كيكه كتجي غزاله البنات جربوها عن جد كتجي بنينه. الخريجه كما شفتوا وريتكم فيها يعني بحال هاد الفيديوهات كيبغيوهم بزاف الناس كيبغيو يخرجوهم من الدار من الكوزينه يتعرفوا هكا على المحلات وعلى بزاف ديال الحوايج. المهم اي حاجه من هنا الفوق درتها غنبدا نشاركها معكم واي حاجه جبتها لداري غادي نشاركها معكم بالطبع. وكنتمنى ان الفيديو ديالي يكون عجبكم فوجدوا معايا شي شويه جربوا الكيكه راه كتجي زوينه. عطوني رايكم في الحلقات والخاتم كنتمنى يعجبوكم وضروري تعطيوني الراي ديالكم فيهم لان ان شاء الله بحول الله غنبقى هكا هكا حتى نكمل الطقم كامل ان شاء الله لانه عجبوني بزاف صراحه. اختكم واخا كندير الذهب كندير داك الذهب الثقيل يعني ديال الحطره وهذا ما كيصلحليش لديما لديما انا كنبغي شي حاجه هكا رويميه بالخروج واللي تجي هكا زوينه. المهم طولت عليكم غير كنشعل الكاميرا ايوا كنحس بكم بحال راكم جالسين معايا وما كنساليش. اللي عجب الفيديو اليوم ما تبخلش عليا بلي لايك. اللي ما عمرها ما زالت القناه ودخلت عندي اليوم يتبلى واحد الكتابه حمراء فيها صابوني كنتمنى انها تضغط عليها وتضغط على زر الاشتراك وعلى الجرس باش يبقى يطلع لها الجديد ديالي. كنموت عليكم كنحماق عليكم وليتو معمرين حياه ليا حياتي بزاف بزاف بزاف. باي باي عليكم.